اللازانيا اللي بنستخدمها اليوم هذه النوعية اللي ما تحتاج لها سلق، إن بننقعها شوي في مية حارة وتقدرون ما تنقعونها، لكن إذا بنت بناقعينها على طول تستخدمونها يفضل إنكم تكثرون الصوص في الحشوة لأنها تشرب صوص بتطلع لكم ناشفة إذا دخلتوها الفرن. حطينا الحين البهارات على الدجاج، عموما الدجاج قرب يستوي، نحط عليها الحين السبانخ، نقلبها لين تذبل السبانخ. خلونا الحين نبدأ في صوص البشاميل، والبشاميل تراه من الأشياء السهلة الصعبة، يعني إذا ضبطتوا مقاديرها تضبط معاكم على طول. الأشياء المتعارف عليها في البشاميل تحطوا ملعقة طحين مقابل ملعقة زبدة مقابل كوب حليب، وعلى أساس تضاعفون، يعني الحين أنا بسوي 4 أكواب حليب مع 4 ملاعق زبدة مع 4 ملاعق طحين. شوحنا الحين طحين مع الزبدة، نضيف الحليب، بس مهم انكم تضيفون الحليب على دفعات، ما تحطونه مرة واحدة عشان ما يخرب معاكم. بحط اللازانيا في واحدة من قوالب الالمنيوم هذه، بكلمكم عنها بعد شوي. تشوفوها احجام مقاسات، باخذ هذا المقاس الكبير هو اللي بستخدمه الحين. ندخلها الفرن الحين على حرارة 180. وهذه اللازانيا اللي استخدمناها كلكم تسألون عنها من بريلا، ميزتها انها سريعة، شوفوا تحت مكتوب انها مطبوخة مسبقا لا تحتاج للسلق.